وينضم إلينا للمزيد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق القدور. أهلا بحضرتك معنا أستاذ صادق في هذه الجولة. وبداية يعني أكثر من 4000 طالب استشهدوا، يعني لو تحدثنا عن استهداف قوات الاحتلال للأطفال وللطلاب، كيف تراه حتى الآن بعد هذا العدد الهائل من الاستشهاد للطلاب؟ يعني بالتأكيد أولا طابت أوقاتكم وكل التقدير لكم على الاهتمام بهذا الملف. قطاع التعليم هو أحد أبرز القطاعات المستهدفة، ولعل مقولة يعني استهداف الحجر والبشر تنطبق على القطاع التعليمي، هذا القطاع اللي لازال لدينا أكثر من 600 ألف طالب محرومون من التعليم، من الالتحاق بمدارسهم منذ السابع من شهر تشرين أول أكتوبر. طبعا يتوزعون على مدارس وكالة الغوث، مدارس الحكومة. لدينا يعني أكثر من 278 مدرسة من أصل 307 مبنى مدرسة حكومي، يعني بنسبة 90% تعرض لأضرار، منها 100 أضرار بالغة. وأيضا لدينا كما ذكرت 4150 تقريبا طلبة شهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة، لدينا أكثر من 220 من كوادرنا. هذه الأرقام، لدينا أيضا أكثر من أو قرابة 8000 طالب جريح، منهم أكثر من 1000 طالب هم أصبحوا من ذوي الإعاقة. وبالتالي كل هذه الأرقام الآن إنما تعكس يعني حقائق مرة حيال استهداف التعليم، المنظومة التعليمية. في هذا الإطار أيضا لدينا أضرار نفسية قد لا تعكس التقارير، التقارير هي ترصد الجانب الكمي، لكن هناك خسائر نوعية للأسف لا ترصد هذه التقارير. لدينا فاقد تعليمي، لدينا أضرار نفسية. وبالتالي إذا ما تحدثنا عن تأثر قطاع التعليم من العدوان فهو تأثر كامل وكبير. طيب أستاذ صادق، إذا تحدثنا عن طريقة يعني طبعا استهداف جيش الاحتلال للطلاب وللأطفال وللمدارس بشكل كبير منذ بدء هذا العدوان، كيف تتعاملون في الوزارة على إيصال ذلك إلى المنظمات الدولية؟ كيف تتحدثون مع المنظمات الدولية وتصف لهم الوضع المدري والذي وصلت له غزة ووصل له قطاع التعليم؟ يعني نتواصل مع عدة الجهات، لدينا تواصل مع جهات، رسائل هذه التقارير التي نصدرها تصل لهذه الجهات، أيضا اجتماعات سواء مع اليونيسف واليونسكو المنظمات الأممية المطالبة بتحمل مسؤولياتها. على كل ذلك الهيئات الدبلوماسية، لدينا أيضا عبر وزارة الخارجية الفلسطينية هذه البيانات يتم إيصالها، وهي أيضا تدرج ضمن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. نتحدث دائما ونقول بأنه صحيح احنا نركز على الحق في التعليم، هذا الحق حسب يعني مدونة حقوق الإنسان هو حق غير قابل للتصرف والانتقاص، لكن أيضا في اعتقادنا لا معنى للحديث عن هذا الحق في ظل انتهاك الحق الأساسي والحق في الحياة. وبالتالي هذا الموضوع هو على مدار الساعة، وأيضا التدخلات الإعلامية وأنتم مشكورين في الإعلام العربي الإعلام المصري لتسليط الضوء على هذا الملف اللي في اعتقادي الرسالة يجب أن تصل للعالم، وما وصل إليه حال طلبتنا في قطاع غزة في قطاع التعليم لا يقل قساوة عن بقية القطاعات. بالتأكيد مررنا في أكثر من عدوان سابق كان الوضع صعب، لكن في اعتقادي هذه المرة الوضع يعني هو الأصعب. إذا شئنا أن نتحدث عن كم الاستهدافات، عن المجالات اللي طالها الاستهداف، عن حجم الخسائر، وأيضا إحنا على أعتاب دخول الشهر الثالث، وهذا الموضوع الآن حتى في ظل المعطيات اللي أنا ذكرتها من أضرار لاحقت بالمدارس وبالطلبة، البعض يسأل اليوم التالي للعدوان، لانتهاء العدوان. نسأل الله أن ينتهي بالفعل. كان هذا سؤالي القادم لحضرتك، إذا يعني اليوم التالي فعلا للحرب وبعد توقف التعليم، لا نعلم حتى إلى متى، ولكن توقف هذا التعليم واستهداف الطلاب، كيف برأيك سيتم التعامل مع هذا التوقف؟ يعني في اعتقادي هذه المعطيات تجعل من الصعب الحديث عن استئناف مباشر حتى لو انتهى العدوان. احنا في قطاع التعليم من القطاعات اللي اصلا لم نخرج من قطاع غزه على مدار ال 17 عام الماضي، بقينا في قطاع غزه. خلال هذا العدوان نتواجد وان بصوره رمزيه في مراكز اللواء من خلال بعض الشركاء، لكن في اعتقاد المعطيات على الارض تجعل الحديث عن سيناريو محدد لاستئناف العمليه التعليميه ضربا من ضروب المستحيل في ظل هذه المعطيات. وبالتالي
الآن احنا نركز على البعد الإغاثي، لأنه هؤلاء الطلبة أيضا هم لحم دم وأطفال بحاجة إلى مقومات للحياة، وبالتالي نستثمر هذا التواصل مع الجهات الدولية لتوفير إغاثي لهؤلاء الأطفال وذويهم، على أمل إن شاء الله أن ينتهي العدوان والتدخلات النفسية. البعض بيسألنا ما هي تدخلات كل الطلبة، نقول هي للطلبة للمعلمين، ما في حدا أحسن من حدا، الجميع تضرر، ونأمل بانتهاء ذلك سريعا. شكرا لك، شكرا جزيلا المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أستاذ صادق الخضور.